انا صاحب الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه ولعن اعداء محمد وال محمد اجمعين. هذا الفيديو هو نتيجة الحبوب، هذا الفيديو نتيجة الكريستال، هذا الفيديو نتيجة الناشف، هذا الفيديو نتيجة الوردي، هذا الفيديو نتيجة انه انتو تحثون الناس وتبيعوا لهم حبوب، ويوميا نازل نوع جديد من الارجنتيل، وانتو اللي تجيبوه بايديكم، والدليل انه قبل فترة لزموا ابن مسؤول يتاجر ويوصل بهويات ما الدولة وطمطمتوها. فاش تتخيلون اللي ياخذ هذه الانواع شو يقول؟ عمي زين قال انا صديقه، زين يقول انا صديق الامام المهدي، مو والله زين ما قال غير شيء. ايش تتخيلون النتيجه شنو؟ من تترس المحافظات تترسها حبوب وتروح. ها اول شيء هم شلون لعبوها؟ خل اقول لكم انا، خل اسولف لكم هاي شويه. اول شيء شلون لعبوها؟ اجوا ايش قالوا؟ الشرب حرام وممنوع، وبالذات المناطق والمحافظات الجنوبيه. واذا تتذكرون اكو فيديو نزل انه واحد خطيه سكران يقول ليش بطل البيره ببغداد بألف وبألف ونص وبالبصره ب5000؟ مو زين سووا بالاول، منعوا محلات الخمور والشرب، منعوها بالمحافظات وتحديدا الجنوب. اذا تروح هسه للبصره للناصريه للعماره للمدينة ممنوع منعا باتا اي محل. زين انا عندي سؤال، ايش معنى ببغداد مفتوحه هاي المحلات وايش معنى بالناصريه ماكو؟ زين هنا منعوا محلات الشرب، وراها اجوا سووا غلوا الشرب اللي لين يعرفون راح يدخل تهريب، غلوه حتى التهريب غلوه، لان هو منو راح يهرب؟ اني هم راح يهربون، هم يستفادون وهم يمنعوا. المهم غلوا الشرب التهريب. فالشباب هذا اللي ما عنده 5000 و10000 و25000 يشتري بيها شرب بطل عرق، وين يروح؟ يروح للرخيص، يروح للشريط بألف وألف ونص، يروح للشريط اللي ب3000. هنا راح يشيع الفساد وذهاب العقل. هنا ذهاب العقل يا شيوخ، هنا ذهاب العقل. ذهاب العقل مو بطل بيرة. فطبعا هاي النتيجة، شو تريد لعد؟ شو يطلع لك؟ يقول لك أنا نانسي عجرم؟ طبعا يقول لك أنا صديق الإمام.